أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان. صفحات من الماضي. في مثل هذا اليوم في 14 من مايو عام 2022 بايعت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميا وشعبيا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رئيسا لدولة الإمارات وقائدا لمسيرتها وسط إيمان عميق بقدرة سموه على حمل الراية ومواصلة مسيرة العزة والتنمية والبناء المجيدة. وقد عقد المجلس الأعلى للاتحاد اجتماعا في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبحضور صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، حيث تقرر بالإجماع انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة. وبهذه المناسبة أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أن بانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله رئيسا للدولة تدخل الإمارات مرحلة تاريخية جديدة، وهي تعانق فارسها وقائدها وتمضي معه قدما في كتابة المستقبل. كما أكد أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات خلال الاجتماع عن ثقتهم التامة بأن شعب دولة الإمارات سيبقى كما أراده زايد والمؤسسون دوما حارسا أمينا للاتحاد ومكتسباته على جميع المستويات، داعين الله عز وجل أن يوفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويسدد خطاه في خدمة وطنه وشعب الإمارات الكريم. صفحات من الماضي.